لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لهفي تلك الناظرات حماتها، فوق الجنادل كالبدور الطلعي، والريح سافية على أبدانهم، فموزع فموزع ثاو بجنب مبضعي، ولزينب نوح لفقد شقيقها، وتقول يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكبها طلات الأدمعي، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى مقنعي، اليوم قادوني بذل يا أخي، والضرب آلمني وأطفالي معي، أبا عبد الله ما عودتني منك الجفا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي، ثم تلتمسوا له عذرا، أبا عبد الله ليس من عادتك أن تعرض عمن استغاث بك واستنجد بك، ولكن يا أبا عبد الله أنت معذور، حال الردى بيني وبينك يا أخي، لو كنت في الأحياء ها لك موضعي،
أي حال يا زينب؟ قال مضروبة مسلوبة مسحوبة منهوبة حتى الخمار وبرقعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة أضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي أبا عبد الله بعد رحيلك جرت علينا مصائب أخذت تذكر إليه بعض المصائب وما جرى عليها الله يرحمك يا أبو يوسف كانت خاطب الحسين إذ قل لأخو يا نص الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها أثاري فرت بدهشة تنوح ما حد وياه وحد طلع تدورها ودور وين ملفاها شفتها وياك ممتدة وبخدها دمعها يسيل جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قوم دوري وياي راح وين طفلاني طلعنا نفتش الوادي ولا توجد الدرب عيني ولن وجوههم ليت تلوح تقول نجم سهيل شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني هل هضم الجرى وما صاير بالمخلوق رواني شفتهم يا الأخو ميتين واحد حاضن الثاني الكبير على الأخو حاني ضم عن وحوش الليل ماذا فعلت يا زينب هل تركتيهم في ذلك البر هل دفنتيهم قالت أبو علي أبو علي أنت موصيني على العيال على اليتامى إذا ماذا صنعتي والخيام محروقة قالت للخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح وضجت عيلتك يا حسين كلها بالبكاء والنعم قطرة ماي ما عدنا وعليلك بينا مطروح يتامى شاحنا الخيمة وحريم مسلبة وعليل آخ تمنيت يطول الليل ولا هالحالة القشرة
يوم 11 يوم الشوم ليت لا طلع فجرا كشف لي الضوء ولا حد جنايزكم على الغبرة جتنا النوق مهزولة وحادينا يصيح نشيل يصيح نشيل ما تقل لي يا اخويا شلون هالشيلة ادور للحريم استور لو تركيب هالعيلة ضاع الفكر والتدبير خويا وقلة الحيلة اطفال الفقدناها دفناها بلا تغسيل ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام لما جاءه عبد الله بن الحسن ابن الحسن المثنى يخطب إحدى بناته فذكر إليه فاطمة وسكينة قال أما فاطمة فإنها أشبهها أشبه النساء بجدتها فاطمة الزهراء عليها السلام وإنها تقوم ليلها وتصوم نهارها وهي تشبه الحور العين وأما سكينة فالغالب عليها الاستغراق في الله سبحانه وتعالى فهي لا تصلح لرجل اختار إليه فاطمة طبعا هذا قول الإمام المعصوم سلام الله عليه وقول المعصوم يضعه في مكانه سواء كان في مدح أو ذم فإذا مدح أحدا فإنه يستحق المدح والثناء وإذا ذم أحدا فهو يستحق ذلك الذم سواء كان قريبا أو بعيدا بل حتى العدو فإنه ينصفه في ذكر صفاته ولو سئل عن عدو له وكان يستحق الثناء لأثنى عليه ولو ذكر له قريب له مهما كانت شدة القرابة والصلة وهو لا يستحق المدح لا يمدحه فهو كلام المعصوم لما انجي إلى هذه العبارة هذه الكلمة التي يمدح فيها ويثني فيها على بناته على نحو الحقيقة الواقع يعني وليس على وجه المبالغة في المدح أنه غالبا نجد أن الأسر الآباء والأمهات يثنون على أبنائهم لما تكلم تقول له ولد سوى قال لا أنا ولدي ما يسوي شيء أصلا أخير واحد ولدي ما يسوي شيء وممكن هو ما يشوفه يقوم بهذا العمل ولكن ما يقبل دائما الآباء والأمهات يرون أن أبنائهم هم أفضل الناس إلا ما قل وندر طبعا هذا الأمر الاعتيادي عند الناس وقد لا يصدق الكلام فيه لما يجي واحد يشكو لا يصدق بينما الإمام لا الإمام المعصوم يضع الصفة في مكانها وإن كنا بناته لكنه يصفهم بالواقع فلما يقول أن فاطمة أشبه الناس
أو النساء بجدتها فاطمة، هذا الواقع. ثم يقول هي قائمة ليلها وصائمة نهارها وهي تشبه الحور العين، هذا هو الواقع الموجود. ثم ينتقل بعد ذلك إلى صفة السيدة سكينة سلام الله عليها، ويصفها بهذه الصفة. أما سكينة فالغالب عليها الاستغراق في الله سبحانه وتعالى، فهي لا تصلح لرجل. يعني الإمام الحسين بين إلى هذه، يعني الرجل إذا تزوج امرأة يحتاج إليها في خدمتها في أمور أخرى، يقول هذه ما تصلح لأنها غارقة في الله سبحانه وتعالى، قد لا قد يكون يعني تعرض مثلا عن الأمور الأخرى فينزعج ذلك الرجل، فيقول هي لا تصلح لرجل. فإذا كان هذا الاستغراق في الله سبحانه وتعالى، فما معنى ما ينقله البعض عن السيدة سكينة من الصفات التي لا تنسجم ولا تليق ولا تناسب أقل النساء، مو مثل سكينة الغارقة في الله المستغرقة في الله سبحانه وتعالى. فيأتي التاريخ ينسب إليها أنها كان لها ناديا، أن كان لها نادي تجلس فيه تستقبل الشعراء لتحكم بينهم في شعرهم، هذا الشعر عدل، هذا مو عدل، هذا لازم تحط بها الكيفية، هذا لازم يشيل هذا البيت وترتب بهالأمور، هالكلمة ما تناسب، تحكم. فيجون يصفون هذه الصفة وينسبونها إلى السيدة سكينة، بينما التاريخ يذكر أن السكينة عليها السلام كان صحيح لها مجلس، ولكن مجلس خاص بالنساء، تجلس فيه يأتيها النساء تعلمهم تدرسهم تبين إليهم الأحكام الشرعية، النساء. هذا ما علمنا إياه الشرع، يعني ينبغي خصوصا يعني في زمن يكون فيه نساء لهن القدرة على ذلك. يعني الآن في زماننا الحمد لله كثير يوجد من النساء الحوزويات اللي عندهم دراسة حوزوية وبلغنا مراتب عليا في علم الفقه وغيرها من العلوم، فحبذا أن تكون النساء تتصل بهذه النسوة وأن تقلل من اتصالها بالرجال من العلماء، إلا إذا كانت مسألة مستعصية أو لم تجد امرأة فاضلة عالمة تجيب عليها، وإلا الأولى أن تتصل وتتواصل مع النساء في المسائل الشرعية خصوصا في المسائل التي تخص المرأة، فهذا أحفظ لها عموما. فإذا لها مجالس هي تدرس فيها النساء. هؤلاء جاءوا وحاولوا أن يشوهوا سمعة هذه المرأة العفيفة الشريفة وهي السيدة سكينة. ومنها الذي نقل هذه الروايات هو صاحب الأغاني، كتاب الأغاني الأصفهاني، إلا كتابه كله يتكلم عن الشعر والشعراء وعن الغناء وعن الموسيقى وعن وجون وما شاكل. طبعا هذه حرب على أهل البيت عليهم السلام، حرب طاحنة، يعني أهل البيت عليهم السلام تعرضوا إلى حرب بلا هوادة، ومع الأسف ممن يدعي الإسلام وهم يحملون الحقد والحسد على أهل البيت. يعني لما تسأل ما جرى على أهل البيت من القتل والتشريد والتمثيل والسجن والاعتداءات، هل جرائم، تسأل من الذي فعل ذلك بأهل البيت، من الذي فعل، هل اليهود، هل النصارى، هل المشركون الكفار، من هو؟ هذا التاريخ سأله. لما وجدوا أنفسهم محاصرين قالوا هؤلاء الروافض هم الذين قتلوا، وصلت التهمة إلى الموالين عموما.
وطبعا حتى هذا الأمر، يعني هذا الاعتداء وهذا الظلم الفاحش لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يتبين أن ليس وراءه يعني أمر مادي فقط. يعني بعضهم تصور أن هؤلاء الذين قتلوا أهل البيت عليهم السلام، الحسن الحسين أمير المؤمنين عليه السلام، فقط للمادة. لا، ليس فقط للمادة، وإنما لما أجي وتبحث شوي تجد أن هناك أحقاد موجودة. يعني حتى لو ما عطوهم أموال بعد بيرتكبون هالجرائم في حق أهل البيت بعد، لأن العداوة الموجودة مو عداوة ممكن أن تحل عداوة عادية، لا، هذه عداوة حقد وحسد. أمير المؤمنين عليه السلام هو كلمة يقول: ثلاثة ليس لها علاج، مرض معه هرم، وفقر معه كسل. ما له علاج بعد، عداوة يمازجها حسد، هذه ما لها حل، لأن العداوة أو الخصومة اللي تصير بين طرفين، بين صديقين، بين زوج وزوجته، بين أخوين، هذه عداوة وقطيعة عادية، يعني يتدخلون بعض الإخوان بعض كذا فيصلحون الأمر، تعود المياه لمجاريها ما كأن لم يكن، يعني هذا الأمر الطبيعي يعني. ولذلك أكد الشارع الإسلامي على هالأمر هذا: لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حتى لو فعلا ثبت أن هذا المسلم أغلط عليك، أفرض أغلط عليك، تعدى عليك، ظلمك، ثم جاءك معتذرا، لا يحل لك أن تعرض بوجهك عنه. الإمام الحسين عليه السلام، مش شيء يذكر يعني كفائدة، الإمام الحسين عليه السلام يقول: لو شتمك أخوك في أذنك اليمنى ثم اعتذر في اليسرى فاقبل عذره، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يرد علي الحوض من لم يقبل عذرا من محق أو مبطل. قد يكون هذا الإنسان في نفسه شيء على أخيه، يجي ليعتذر يعرض عنه، يرسل لجماعة يعرض عنهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يرد علي الحوض، لا يرد علي الحوض. هذا يعني العداوة العادية ممكن أن تصير فيها إعادة وصلح وكذا وتعود، لكن إذا ما زجها حسد ما لها حل. ولذلك عداوة هؤلاء لأهل البيت صار لها 1400 سنة ما لها حل، ما دام ممزوجة بحقد وحسد فتبقى هذه العداوة حتى وإن أظهروا له المحبة والقعدة وكذا، ما دام في قلبه حسد بعد ذلك يريد يشتغل مرة ثانية. عموما فهؤلاء في الواقع تعرضوا لأهل البيت من الأحقاد الموجودة، لاحقوا أهل البيت. هم ما اكتفوا فقط بالقتل والساحل والتمثيل بأجسادهم، عمدوا إلى ما هو أعظم من ذلك، عمدوا إلى الشرف والطعن في أعراض أهل البيت. هذه مشكلة كبيرة، يعني حاولوا أن ينالوا تشويه سمعة أهل البيت، لأنه إذا طعن في العرض وهذا التشويه من الصعب أنه يعني يلتئم. يعني واحد مثلا يطعن والعياذ بالله في عرضه في شرفه، حتى لو أثبت لهم براءته بعد تبقى في النفوس شيء. ولذلك أكد الشارع، يعني ممكن واحد يجي يشهد على سارق ويشهد على قاتل وتالي يقول: والله أنا بسحب شهادتي خلاص، أنا يعني يقول له خلاص يسر أنا وهذا بريء بعد ما دام ما اكتملت الشهادة روح. لكن لما يجي واحد يقول: أنا شفت فلان على فاحشة، هذا ما يقدر يسحب شهادته، هذا يقول له: تعال
إما أن يكون عندك 3 شهود وتكتملون 4 شهود. قال وين أحصلهم الحين؟ خلاص أنا بسحب شهادة. قال لا ما تسحب، نجلتك 80 جلدة. خلاص أنا غلطان، ما يفيد الحجي. تشديد على الأعراض حتى لا يجي واحد يقذف واحد، حتى لو كان متيقن ومتأكد وشاف على فاحشة لا يكون يتكلم، وإلا يعتبر قذف يستحق عليه العقوبة. فهو يعني أمر مهم قضية الشرف. فحتى قضية الشرف حاولوا أن يطعنوا في أهل البيت عليهم السلام، شرف أهل البيت سلام الله عليهم، وينالوا من هذا الإمام علي عليه السلام. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، كان الإمام الباقر قاعد وحوله تلاميذة متنوعين، يعني في موالين وغير موالين يدرسوا عند الإمام الباقر عليه السلام، أئمة المذاهب درسوا عند الإمام الباقر. ويوم الأيام قاعد يقول ما أكثر ظلم هذه الأمة لعلي بن أبي طالب. قام له واحد قال له وين ظلموا علي بن أبي طالب؟ بالعكس الإمام علي عندنا أنه رابع الخلفاء الراشدين، أنه ابن عم رسول الله، أنه زوج ابنته، وإلى مقام وإلى مكانته وفضائله محفوظة، وين ظلم؟ فقال لهم إنكم من يوالي أنكم تحبون من يوالي أبا بكر وعمر وعثمان وتتبرؤون ممن يتبرأ منهم. قالوا هذا الكلام صحيح، هذا لين صحابة وأجلاء ولهم مكانهم ولهم مقامهم، وهو الخلفاء الراشدون بعد رسول الله، ووجود النسب بينهم بين النبي لازم بعد هذا اللي يتعرض عليهم احنا نبغضه نتبرأ منه، واللي يحبهم نحبه، ايش طبيعي صحابة النبي. قال لهم هل لا كان ذلك لعلي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب بالعكس، اللي يحب علي بن أبي طالب تبغضونه، واللي يتبرأ من علي بن أبي طالب تحبونه. ليش بالعكس؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيه ولم يقل في غيره والي من والاه وعادي من عادى، لكن أنتم بالعكس صايرين. فإذا هذا الظلم تعرض له ما له قضية العرض. السيدة سكينة سلام الله عليها هي من أجلاء النساء، يعني وصفها الإمام الحسين عليه السلام خيرة النسوان، حتى ذكر بعض العلماء أنها سيدة النساء في زمانها لمقامها وشرفها. فأرادوا أن يطعنوا فيها، حتى إذا انطعن فيها انطعن في العائلة بعد، لأن هذا شرف ينال الأول والتالي. فأرادوا أن ينالوا، قالوا بأنها تجلس وعدها نادي وتستقبل الشعراء وتتحكم فيهم وتحكم بينهم، وأنواع من الشعر حماسي وفخر وغزل وكذا وهي بينهم. فانبرى كثير من العلماء بالدفاع عن السيدة سكينة سلام الله عليها، ومنهم المرحوم السيد عبد الرزاق المقرم رضوان الله عليه في كتاب اسمه السيدة سكينة بنت الحسين سلام الله عليها، فانبرى للدفاع عنها. قال هذا ما يصح من عدة أمور، هذا اللي نقلوه في تاريخهم ما يصح من عدة أمور. أولا قانون الوراثة يحكمنا، هناك أمران يحكم الفرد، قانون الوراثة وقانون التربية. الوراثة لازم تأثر في الإنسان من قريب أو من بعيد. فأما قضية الوراثة فقد ورثت الشرف والعفة والمجد والألق من أهل بيت العصمة سلام الله، أبوها الحسين سلام الله عليه، جدها أمير المؤمنين عليه السلام، جدتها الزهراء، جدها رسول الله، هذا على الأقل ورثت جانب من جانبه. الأمر الثاني وهو التربية، هي أين تربت؟
أين تربت؟ تربت في بيت الأصمة، تربت في بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولذلك هذا البيت الهاشمي ممكن يصير فيه انحراف عقائدي، لكن انحراف الشرف ما يصير فيه. سمعنا هناك بعض أبناء الأئمة عليهم السلام منحرفين عقائديا، منهم حتى من ادعى الإمامة، عبد الله بن الإمام الصادق وجعفر الكذاب وغيره، لكن قضية الشرف ما سمعنا في رجالهم فضلا عن نسائهم. قضية الشرف والانحراف السلوكي والطعن في الشرف هذا ما سمعنا، انحراف عقائدي موجود، لكن من ناحية الشرف لا، لأن هذا الشرف يمس الجميع، الشرف يمس العائلة جميعا إذا طعن فيه. فإذا هذا أولا. والسيدة سكينة سلام الله عليها ورثت من أهل بيت العصمة، وكذلك أيضا البيئة اللي تربت فيها بيت العصمة، فهذا أولا، فهذا بعيد على أنه تجلس هذه المجالس. الأمر الثاني أنه يقولون بأنه جالسة تحكم للشعراء، من يكون حكما للشعراء أو حكم لأي مادة لا يكون، يكون ضليع في هالمادة، حتى في اللعب انت لما تجيب لك حكم، حكم في كرة القدم، تجيب لك واحد ما يعرف كرة القدم، لازم على الأقل يلعب ويعرف ودارس ويعرف الأمور هذه حتى يقدر يحكم. ما يجيبون لهم حتى نفس الألعاب، يعني يجيبون لهم واحد مثلا لاعب مال كرة مثلا الطاولة، التنس طاولة، وحكم في كرة القدم، يقول له تمام فيها قوانين هذه غير هالقوانين الموجودة، فلازم يصير عندك إلمام. إذن السيدة سكينة عليها السلام كيف تحكم في شيء هي قليلة الرواية فيه وما عرف أنها شاعرة؟ شلون الشعراء يجون يحكمون امرأة أو شخص ليس له حظ من الشعر؟ لازم يكون واحد شاعر، لما أسوي قصيدة من على أعرضها؟ على من أعرضها؟ على الشعراء، يعرفون الوزن، يعرفون الشطر، يعرفون الكلمات، يعرفون العروض، يعرفون كذا، حتى هل القصيدة موزونة، عدلة، مو عدلة. فإذا التاريخ ما ذكر إلى أنه عندنا كتب مؤرخين قبل صاحب الأغاني البلاغات النساء وابن طيفور وغيره، ما ذكروا أن سكينة سلام الله عليها ممن تقول الشعر، ذكروا الشعراء شاعرات مثل خنساء وغيرها، شاعرات لها دواوين لها شعر. فإذا هذا أمر آخر، فإذا هذا إذا كانت بعيدة عن الشعر كيف تحكم؟ هذا الأمر الثالث أيضا، أن هذا الأمر يعني الجلوس في مثل هذا النادي، امرأة قاعدة ويدخلوا عليها الرجال ويطلعون الرجال وداشين الرجال ويتحكمون، هذا ما يتناسب ويا أدنى الأسر ما يقبلون، أبسط الأسر ما يقبلونه، ما يرتضونه، بيتهم قاعدة ويا رجال، هذا طالع وهذا داخل وهذا يجيب له، ما يرضونه. فما بالك ببيت الشرف والعفة، فما بالك ببيته بيت الهاشمي، يعني هذا ما يقبلونه. هارون الرشيد، هارون الرشيد هذا معروف، يعني قصور بن العباس معروفة، إذا تلوا آية غنى خطيبهم، يذكر دعبل يقارن بين بيوت أهل البيت عليهم السلام وبيوت وقصور العباسيين، يقول هاي القصور في مقارنة، يقول هناك بيت العلوين قراءة قرآن، تهجد، عبادة، دعاء، يقول إذا تلوا آية غنى خطيبكم، أنتون هذا إبراهيم المغني ويضرب عود ويقعدون سهرة. مع كثرة الجواري الموجودات في قصورهن ومن يتسرى عليهن، يجي في الليل يقعد ويجيب إياه جعفر ابن يحيى البرمكي، ويجيبون إليهم بعض الكوس الكذا ويشربون ودق عود ويسهرون. فتدخل منه يجي أخت هارون الرشيد اسمها العباسة، اللي يحب يروح ما يحتاج يروح كتب الحين بعد هذا جوجل،
اذكر هذه الاسم وشوف. فيقعد العباس اجي تقعد. هارون ما يرضى، صح انت جعفر بن يحيى محسوب علينا وكذا، وانه اخوه من الرضاعة، لكن هذه اخته بعيد عنا اجنبية. يقول لكن ما اقبل، انت تقعد واختي اجي، انا ما اقبل. وش اسوي؟ قال اذا كان ولا بد اعقد بينكم عقد. وفعلا عقد بينهم عقدا، يقول حتى لو جئت وقعدت وسولفت وياك على الاقل بينكم وبينهم عقد. لكن اشترط عليه، قال اشترط عليك ان لا تقاربها، بس عقد، لكن ما تلمسها، ما يجي صوبها. ثم بعد ذلك حدث ما حدث، وقاربها وجابت مجموعة من الأولاد، ثلاثة أربعة أولاد، وكان إذا قرب الحمل يطلعونها برتها. لما استخبر هارون الرشيد جودها، قتلها وقتل جعفر. شاهدنا وين؟ شاهدنا مع أنه يقعد هارون الرشيد مع ما في الأجواء كلها مهيئة للطرب، ومع ذلك ما يقبل أن أخته تقعد ويا واحد أجنبي مع معرفة. تصور أن بيت الشرف والكرامة والعفة يقبلون على بيتهم تروح تقعد في نادي، ورجال يدخلون عليها ورجال طالع منها. فهذا حتى من ناحية عرفية مو مقبول، فكيف تقبل من الحسين عليه السلام وأهل البيت وهم أهل الشرف والغيرة؟ وأكثر من ذلك بعد، جو بعد وقالوا بأنها تزوجت أكثر من رجل، ستة من الرجال يجون يذكر هذا صاحب الأغاني ويعدد أسماء. ثم بعد ذلك السيد يذكر أمر من الأمور، يقول السيدة سكينة بداية حياتها كانت تحت رعاية أبيها وأخيها زين العابدين بعد مصرع الحسين عليه السلام، حافظين عليها. بعد مصرع الحسين وين تتفرغ إلى نادي ولا شعر؟ هي متفرغة إلى مصيبة الحسين، إلى البكاء على الحسين، إلى النواعي وإلى البكاء وإلى التعازي، وين تتفرغ إلى شعر ما شعر؟ هذه كلها موانع وتدحرها الروايات هذه. ولكن هم يدورون ثغرة، حصلوا الثغرة. شنو الثغرة اللي وش اللي خلاهم يجون إلى سكينة ويقولون في هذا الكلام؟ لوجود امرأة اسمها سكينة، وهي سكينة بنت خالد ابن مصعب ابن الزبير، وهي كان يتغزل فيها عمرو بن ربيعة هذا الشاعر الماجن المنحل، حتى دخل على النساء ابن عباس وضربوه دستن زين هناك، لبسوا لباس النساء ودخلوا، تالي يوم عرفوه ضربوه طردوه تالي. فكان يتغزل في هذه اسمها سكينة، فجو الرواة قالوا بس سكينة خلوها بروحها من غير ذكر الأب وجهادة، وقال بنت الحسين ونسبوها. وإلا ما يمكن مع هذه الأشياء التي ذكرناها، ما يمكن أن تكون سكينة في هذا المكان أبدا. ولكن هم أرادوا أن ينالوا من أهل البيت ومن شرف أهل البيت. والدليل على ذلك أن إلى الآن يجون يطعنون في شرف من يوالي أهل البيت. أقل كلمة وقال أنتون أولاد متعة وأنتون أولاد كذا. هذا مشكلة. هذا لو كان شوي عنده علم وعنده معرفة ما يقول أن هؤلاء أولاد متعة، لأنه المتعة عندكم أنها حرام. بمعنى آخر أنكم ترون أنهم أبناء والعياذ بالله أبناء فاحشة، أبناء زنا يعني. وهذا قذف. لو كان يعرف الحكم الشرعي، ولا يجوز قذف أحد، حتى الكافر ما يجوز تقذفه، حتى الكافر ما يجوز تتهمه، لأن لكل أمة النكاح واسم مسلمين. اجي يقول يقذف هؤلاء. وأنتي قال فيها الحسين عليه السلام الغالب عليها الاستغراق في الله.
وسمتها هي اسمها آمنة أو أمينة، يقول الرباب كنتها أو لقبتها بهذا اللقب سكينة أو سكينة لما عليها من السكون والوقار والهدوء، سمتها سكينة. حتى في تلك المصائب ما كانت يعني تبدي الجزع والفزع أمام الحسين عليه السلام وأمام غير يعني الموجودين. يعني في المصائب تشوف النساء قد بعضهم تلطم تضرب كذا بلا شعور. سكينة كانت في حتى في تلك المصيبة، حتى في تلك المصيبة لما ودع الحسين عليه السلام أهل بيته الوداع الثاني ما شافها قدامه، يعني عنده وداعين الحسين، وداع الأول لما دخل إلى المعركة ثم مال إلى الفرات، رواية تقول أراد أن يشرب الماء. في الواقع يعني لما أجي تحلل الموضوع وما يريد، كيف يشرب وعند أطفال ونساء عطاشة يعني، ولكن يقولون رأفة بهذا الحيوان وهو الجواد، لأنه تبين أنه مواصل ويا الحسين بعد، فجاب إلى النهر حتى يشرب. ولذلك لما جاء وطأطأ الجواد برأسه قال له اشرب أنت عطشان وأنا عطشان، والجواد رفع رأسه كأنما يقول لأبو علي أنا ما أقدر أشرب، أول أنت تشرب. الحسين لما مد إيده واغترف غرفة ما أراد أن يشرب، ولكن حتى إذا شاف الجواد رافع الماء يشرب الجواد رأفة بهذا الحيوان، رفقا بهذا الحيوان. فنادى منادي يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حريمك، رمى الماء من إيده ورفع الجواد رأسه حتى الجواد ما شرب بعد، وتوجه ناحية الخيمات وإذا هي سالمة عاد هني هالوداع الأخير. التفت إلى زينب قال أخي زينب اجمعي للحرم والأطفال حتى أودعهن ويودعنني، هذا آخر اللقاء بعد، أنا إذا أروح للمعركة وأرجع أما موعظة أو قتال أرد أرجع، هذه المرة لا انتين بتجين يا زينب، انتين بتجين يا زينب وبتشوفيني صريع على أرض كربلاء ما بقدر أجي. فعند ذلك وقفت ونادت على النساء فاطمة رقية عاتكة، أخذت تنادي عليهن رملا رباب سكينة الممن لوداع الحسين، فخرجن ربات الخدور عواسرا وغدا لها حول الحسين عويلو، هذه تشم هذه تضم هذه تنادي في أمان الله في دعة الله. حانت من الحسين التفاتة وإذا امرأة هناك واقفة، قال زينب من هذه المرأة أجنبية غريبة عن العائلة، يعني قالت لها من العائلة من هذه، قالوا هذه الرباب. فنزل الحسين وتوجه، قال رباب ليش ما تجين مع النساء تودعيني واقفة بعيد وتعرفين مقامش ومكانتش عندي؟ قالت أنا أستحي، أنا أستحي، اللي حولك كلهم بنات علي وفاطمة، من أكون أنا أزاحم بنات الزهراء؟ ما أقدر، لأن هؤلاء النسوة باكر يصيبهم ضرب يصيبهم شات وكذا، كل واحدة تنتسب إلى رسول الله، واحدة تقول أنا ابنة الحسين، واحدة تقول أنا بنت الزهراء، أنا ابنة علي، أنا بنت رسول الله، أنا ماذا أقول؟ قال إذا أصابك ما أصابهم فقولي أنا عزيزة الحسين. ثم التفت إلى زينب قال أخي زينب وأين عزيزتي سكينة؟ ما أشوفها لا أراها. قالت أبو علي أنت تعرف سكينة ما تقدر على المواقف هذه، ما تتحمل تشوف هالوضع، ولعلها مضت إلى خيمة من الخيمات
تفرغ الويد الذي في قلبها. أقبل الحسين يدور بين الخيمات حتى وصل إلى خيمة منها، وإذا به يسمع صوت بكاء داخل الخيمة. دخل إلى الخيمة وإذا بسكينة جالسة واضعة رأسها بين ركبتيها، تجهش بالبكاء وضيعتها. جلس الحسين أمامها، رفع رأسها ضم إلى صدره، قال: بني بني اصبري، خففي، ادخري هالدموع وهذا الصوت، المصائب جاية قدام، تشوفين المصائب العظيمة. ثم التفت إليها، ضمها إلى صدره قائلا: في أمان الله، في دعة الله، سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بنعيك حسرة ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبكينه يا خيرة إسواني. بوداعة الله يصيح زينب يا سكينة، عافظكم الله وطبق ضجا يا ولينا، عنا تروح من بعد وصيت بينا، وحسين يسترجع وبس يدير بالعين. فرا حواسر والإزر بالحال طاحت، والكل على حسين اشبحت والروح راحت، وتجلدت زينب على الشدة وصاحت: بعدك يا خويا هالحراير تلتجي، وين كيف البصر لو شلشل الليل بظلامه، وكلها حريم وفاقده وعدها يتامه، وهالعسكر المشوم ما ندرش مرامه، ياهو اليصاليها تريد رجال ظفرين. نادت: يا حسين انا وياك، كل شده صالي بقوه عزم ما دام، اشوف انك قبالي لو رحت يا ابن امي، انا شي صير حالي، ينوصف والله، وعدوانك ملحدين. اقلها بصبر حيدار، تلقى يا النوايب كعبة صفيتي للرزايا والمصايب، سلب وسبي وتشهير ما بين الأجانب، الحريم روسنا الكوفات طبين. صاحت: صبر مالي يا بعد أهل على فرقاك، للموت خذني يا عزيز الروح وياك، بهالبار تضيعنا وللشدة ذخرناك. أبلت نحرة وصاحت: الله وياك يا حسين. بعد هذه الكلمات الأخيرة وكلمات الختام
الآن لما جاء يودعها ودعها ومسح على رأسها وأقبلت إليها عمتها زينب أخذتها برفق تعزيها، ولكن عقب ساعة لا جرت من على جسد الحسين. لما جاءت ووقعت على صدر الحسين وهو جثة بلا رأس وأخذت تخاطبه: أبا أنا عزيزتك سكينة. حصلت إيد رحيمة تباعدها وتشيلها عن الجسد. لولا جاء ذلك اللعين أخذ يلوعها بالسياط ثم جرها عن جسد الحسين. توجهت بلسان الحال تقل: أبويا برضاك برضاك، لو غصبا عليك أنا يجرني الشمر من بين ايديك، أصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك معذور يا الحزة. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنساء. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا، اقض حوائجنا، أصلح أحوالنا وأمورنا، فك أسراءنا، رد غرباءنا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اخض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان، لا سيما المنظورين والمخصوصين من أوصونا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، خلصهم من بلائك. بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمنا في أوطاننا، جماعة الحاضرين فردا فردا، وفقهم لما تحب وترضى. المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع، اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم متعلقهم، إلى أرواح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان من العلماء والشهداء وخدمة أهل البيت، خدمة أبي عبد الله الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة، قبلها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد رحم الله. وأنتم كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.